مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وليلة جديدة مميزة واستثنائية من ليالي الكويت. مساء الخير عبد الله. مساء الخير غادة، ومسي بالخير على كل مشاهدي شاشة تلفزيون الكويت اللي من أعلننا منو ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، وإحنا قاعد نشوف يعني كمية الاتصالات والمشاركات والناس اللي تسأل وين كان وليش غايب. فعلا يعني معانا اليوم قامة فنية كبيرة جدا، يعني على طول الفترة الزمنية اللي خدم فيها الحركة الفنية بالكويت، وكان سبب من أسباب انتشار الأغنية الكويتية من المحيط إلى الخليج، هو نادر جدا في لقاءات التلفزيونية والإعلامية بصورة عامة. اليوم راح تكون ليلة استثنائية مع نجم من نجوم العصر الذهبي، فناننا الكبير عبد المحسن المهنا. كل محطات مشواره هناك بصمات تتأكد وإنجازات تتحقق، ومبدعنا يظل كما هو. أول ما شفتك فز قلبي ومال مال ميزاني. الفنان القدير عبد المحسن المهنا، ورغم غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، كلما ذهب بعيدا عاد أكثر بساطة وعفوية وقربا من جمهوره. فعندما نتذكر القامات الكبيرة في حركتنا الفنية محليا وخليجيا وعربيا، لابد عندها من التوقف طويلا أمام إبداعات هذا النجم الكبير. فهو ذلك الكم من الأعمال الغنائية التي تشير وبوضوح عالي إلى مساحة نضج ومسؤوليات ملقاة على عاتقه تجاه أي تجربة يقدمها. نور الخلي خلي على يمنا مرتاح بالي. وفي كل مرحلة من مشوار الثري، القدير عبد المحسن المهنا ليس فقط فنان يطربنا، بل إنه أبعد من ذلك بكثير. الحين معنا في لقاء استثنائي في ليالي الكويت. حياكم الله معانا من جديد، ومثل ما شفتوا بالانترو الخاص بالفنان الكبير عبد المحسن المهنا، تاريخ كبير وعريق في مجال الأغنية الخليجية الكويتية والعربية أيضا. مساك الله بالخير أستاذ عبد المحسن، وسعداء جدا بوجودك معانا في ليالي الكويت. يا مرحبا يا هلا، حياك الله. أسعد والله هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء. ومسي عليكم على المشاهدين، وإن شاء الله تكون سهرة إن شاء الله لطيفة تقبلونا من حياك الله أبو بركة. إحنا سعيدين بوجودك اليوم معنا في ليالي الكويت. يمكن أول سؤال يتبادر للذهن، ومن أعلن عن الحلقة، وين الاختفاء هذا؟ ليش كنت مختفي طول هالمدة عن الظهور الإعلامي؟ الاختفاء له أسباب كثيرة، سبعينات ستينات سبعين ثمانينات كان في شركات وكان في تنتج. نعم. الأعمال واليوم الأغنية، يعني الأغنية مثل الأغاني اللي نسمعها الآن كان فيها
تأني المؤلف يكتب والملحن يلحن، وكانت جمعية الفنانين تجمع جميع الفنانين، ومن خلال هالجمعية هذه اطلعت الأعمال الحلوة اللي نسمعها، وللآن الشباب إلى اليوم قاعد يرددونها ويغنونها. ليش هذه الأغاني استمرت؟ شنو السبب؟ لأنها صادقة من ناحية الكلمة، من ناحية اللحن، فيها كل المزايا الحلوة. نعم. ودلالة على ذلك أن اليوم الشباب كل المطربين في الحفلات هذا قاعد يغنون الأغاني هذه. صحيح. وأنا والمطربين اللي معاي بذاك الوقت. نعم. كلهم أدوا هذه الأغاني الحلوة الجميلة. الاختفاء اليوم الآن تطلع أغنية أو كذا وتحط إعلان في الجريدة وكذا ما حد يدري عنها. أنا أضرب لك مثلا أغنية أبو قذيلة. ذاك الوقت الإذاعة. نعم. قالوا بالإذاعة أول ما دعوا الناس قالوا أنت غنيت كذا وكذا، هذه أغنية حلوة. أضربت. فيعني شيء يفرح ويسعد. الله معريح له مسافر. الله يرحمه كاظم القلاب. رحمة الله عليه. وين عبد المحسن؟ تعال نصور الأغنية الحلوة هذه مع ريح لهم. اليوم ما في هذا السؤال، مو موجود. يعني كان زمان ولا طبعا الوقت اختلف عما نعم. كان عليه. سمعنا قبل شوي من الفرقة اللي منورين طبعا بقيادة مبارك بعيد، عساكم على القوة وشكرا لوجودكم معنا. غنوا أغنية يا منيتي. نعم. هذه الأغنية أكيد لها قصة، لأن هي يعني انتشرت بغنائك لها، وبعدين يمكن غنوها كل مطربين الخليج. أي نعم صحيح. هذا أخوي يوسف وأنا وياه كنا يعني أنا كنت في الأول يعني صراحة متابع كل الفنون العدنية وأخوي يوسف متابع أكثر مني هذا الموضوع. نعم. فقال لي أبو براك هذه أغنية كذا، وكانت من ضمن الأغاني اللي أنا بغنيها، ما كانت يعني وكان معنا الأستاذ الله يمسيه بالخير عبد الرب إدريس. نعم نعم. وكان معنا بالعود وسجلناها باستوديو بالقاهرة ذاك الوقت، والحمد لله يعني أخذت نجاح يعني. وكل الفنانين الكبار من اليمنيين الله يرحم الجميع اللي يعني اللي مات واللي حي، ابو بكر سالم الله يرحمه وكذا، ومرشد ناجي يعني قالوا عبد المحسن اديت الاغنيه هذه يعني اداء، والحمد لله الحين صارت كاني انا مع العلم في ناس قبلي مغنين الاغنيه هذه غنوها بكل الجسم وخذت شهرة والحمد لله. حضرتك. الحمد لله. طيب هي من كلمات أحمد فضل القمندان، لكن هي من ألحان يوسف المهنة. أي أغنية؟ هي يا منيتي. لأن يوسف أخوي ما قال لها من ألحاني، هو قال يوسف أضاف عليها الموسيقى، لأن هي كانت مقام آخر. نعم. ويوسف خلى على مقام غير المقام اللي هذا، ومع ذلك يوسف قال هذا وضاف عليها موسيقى. نعم. ولا نسبها له يعني. أيوة. لأن هذا لحن معروف. نعم. وفي ناس في مؤلف في كذا. فهو فقط. لكن يوسف أضاف عليها موسيقى وغناها في غير النغم، لحن غير النغم اللي موجود بالأول. الأصلية. أي نعم. نعم إحنا يعني عبد المحسن عندنا تقرير يتكلم عن أغنية يا منيتي، راح نشوفها مع المشاهدين ونكمل معاكم حوارنا في ليلة الفنان الكبير عبد المحسن المهنة. حينما تسمع أغنية يا منيتي تعود بك الذاكرة إلى الفنان الكويتي عبد المحسن المهنة، الذي كان من أهم العوامل الفنية لتقديم الموروثات الغنائية في الخليج العربي. هناك عوامل كثيرة ساعدت هذه الأغنية على البروز بين المتلقين منذ نشأتها في السبعينات، تواصلاً مع جيل اليوم
الذي رددها كثيرا مع أكثر من صوت. هذا العمل يستمر ويتواصل، نحبه لا ننساه، نسمعه لا نمله، فهو غير ما يقدم في الوقت الحالي من أنغام ما تلبث إلا وتنسى. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا نتواصل معاكم مع الفنان الكبير عبد المحسن المهنة. يا مرحبا يا هلا. عن مباراك، يمكن يعني اغلب الفنانين كانت انطلاقتهم تكون من خلال موهبه موجوده فيهم او من خلال الطفوله. نعم. حضرتك شلون كانت بدايتك الفنيه واكتشافك يعني لان عندك هذا الصوت الجميل؟ الله يسلمك. بدايه الفنيه كنت انا اسمع الاذاعات قبل، يعني كنا نسمع زمان صوت القاهره، صوت العرب، القاهره، الشرق الادنى، فهذه اغاني يحطون اغاني، وكنت انا بسرعه احفظ الاغنيه لاني كنت عاشق للاغنيه بسرعه، يعني حطها في بالي خلاص. فلذلك بعدين هذه الهواية بدأت معاي لغاية 57 58. كان في المركز الثقافي العمالي. نعم. تبع دارة الشؤون. نعم. كان في أخوة فنانين بداية مع بعض، يعني أذكر منهم ونمسي عليه الأخ أبو ناصر بدر جويهل والمرحوم إبراهيم الصولة، وفي بعد ناس والله ما تسعدني الذاق على اقول اسمائهم. كنت اتردد عليهم بين حين واخر، فكان في نشاط وكان في موسيقى وكان في رسم وكان في رياضه، يعني هذا يشمل جميع الفنون. فكنت اروح هناك واسمع وكذا، وكان في مدرس الله يرحمه محمد حسن صالح يعطيهم بداية موسيقى، يعني على النوتة يعني في البداية. فكنت أنا سمعوا صوتي قالوا والله تتغني وكذا، كنت أغني أغنية المرحومة سعاد محمد، مظلومة يا ناس. مظلومة يا ناس. وكان كل أصدقائي إذا قعدنا مع بعض وراك أبي تغني يلا والله أغني كذا، يعني حالة اسمعوا هذا. كنا نغني أغاني ثانية ونطلع السهرات، يعني سمرة، حفلة زواج، كل يطلبوا مني، بالإضافة إلى الأغاني الكويتية القديمة، عبد الله فضل الله يرحمه، عبد العزيز البصري، الأغاني القديمة اللي هي السامري، النقازي. كنت تقلدهم عن وراك يعني بنفس الطريقة؟ طبعا الفنان كنت متأثر فيهم بدايته يقلد. نعم. ولكن بعدين يأخذ شخصية معينة ويقول فيها. وعلوا من هذا الطريق، يعني بدينا بسبعة وثمانية وخمسين، وبعدين كل واحد راح بطريق. نعم. لغاية ما سبحان الله سنة 62 العفو، قبل 62 في سمرة من السمرات كان المرحوم عوض الدوقي موجود رحمة الله عليه، وغنيت أنا مظلومة يا ناس. كان عوض موجود طبعا، غنى قبل أصوات وكذا، ويبي الدور على ذاك الوقت يعني وياهم طبعا الناس، يعني فما سمع عوض قال لي ابن حسين لا تروح أبيك، يعني شاف في صوت مميز في ذاك الوقت. عقب ما خلصنا وكذا صار قال لي بكره أبيك الساعة كذا، أبيك تنتظرني عند الإذاعة، الإذاعة ذاك الوقت الورشة القديمة اللي عند نايف. ف قال لي أغاب، أنا ما كان على بالي أني أبي الإذاعة وديني إذاعة، ما بعلم هذا، يعني أنا كان أتمنى، كان حلم يعني. نعم. والله يا الله يرحمه عوض قال لي تعال، دخلنا على رئيس فرقة الله يرحمه نجيب رزق الله. نعم.
في فنان كبير مصري الله يرحمه الجميع مرسي الحريري استاذ قال انا جايب صوت سمع. يلا يا عبد المحسن انا هني اذاعه وشغله رحبه يعني كبيره صار عندي نوع من قال لا لا تردد قال غنيت مظلومه يا ناس المذهب والكوبري بعد قال خلاص خلاص انا مش عايز لك ذاك الوقت في مسابقات في الاذاعه أيه. اللي بيغني ولا كذا ياخذوا الاصوات المميزه فمن خلال هذه بديت مشواري مع الاذاعه الكويتي جميل اي نعم جميل. طيب علاقتك مع الراحل الكبير عوض دوخي يعني اللي عرفناه انه كان في اغنيه المفروض انها لحضرتك واخذها عوض دوخي اي نعم الله يحفظك هذا الكلام نجيب صغر الله اللي هو رئيس الفرقه قال انا بلحن حق عبد المحسن ما دام غنى مظلومه يا ناس ايوه انا هذا مطرب جاهز ايوه ولكن الجو تبدل علي ما كان بقول لي بالي انا كان بالاول عود وكمان وايقاع لحن كلمات الله يرحمه سلطان عبد الله نعم. سلطان اليوم وصلني كتاب جاني من الاحباب حضرت اللحن يوم يومين هاي عبد المحسن تفضل استوديو ذاك الوقت ما في نوتة الفرقة تحافظ العمل مرة مرتين ويلا هي على الميكروفون أنا دخلت صراحة رهبة ما أقدر الكل طالع والكل كذا حوالي 20 واحد وكذا بالنسبة لي جو غريب أي. حاولت كذا فلاحظني نجيب هذا بالبروفة قال لي عبد المحسن أنا شايفك والله ما عاد قال لي خلاص حوض موجود قال خلاص نشوف لك حاجة غير هذا وغناها عوض لأن هذا لحن في لأن لما غنيت أغنية سعاد محمد أنا هذه شاربها وعايشها أه؟ نعم. وهذا بالنسبة لي بعدين يابوني للفرقة أنا أغنيها براحتي لا اللي هذه طالع كذا كذا هذا الموضوع يختلف على كل الله يرحمه عثمان السيد كلفوا عثمان السيد يعمل لي أهواك طول عمري أهواك طول عمري ولكن أنا نسيت حاجة ما قلتها بالنسبة للبداية في الإذاعة نعم بعد لما كنت أروح المركز شوف إبراهيم الصول الله يرحمه وغيره من الإخوان التقينا في الإذاعة والتقيت مع إبراهيم الصولة وأول عمل عملته من ألحان إبراهيم الصولة أغنية وطنية نعم دقوا طبول الفرح غنوا في يوم العيد حلو هذه الأغنية أول أغنية أغنيها أيه؟ بعدين أغنية عثمان السيد اللي هي أهواك طول عمري ولا يوما نسيتك كلمات خليفة عمر والحان عثمان السيد اي نعم نعم تذكر في هالفترة عن ابو براك كم الاجر اللي كان اللي اخذته اول اجر 5 دنانير خل اذكره حلوة ذاك الوقت زينة حلوة صح قدمت بعدها عيدنا الوطني هم في ايضا الوطني كذلك كلمات بدر الجاسر الله يرحمه والحان عثمان السيد الله هذه الأغنية الثانية وبعدين عاد استمرنا بالأغاني الوطنية جميل جدا ولك يعني أغاني لغاية اليوم يغنونها سواء للمنتخب الوطني ولا أغاني وطنية الكرة يعني كان لها مجال كبير معك الكرة مع العلم أنا ترى مع الكرة يعني مو مثل أخو يوسف ولا ماجد ولا غريد الله يرحمه كان أنا يعني مع الكرة يعني أشوف المباريات لكن ما أحضر شو تصير مباراة كذا طالع وأتابع بدأنا بالكرة أول أغنية اللي أويا الأزرق الله من كلمات الأخ العزيز أبو لطيف البناي هو الحان أبو يعقوب أخو يوسف والمخرج
هاشم ومعانا طفل نسيت اسمه والله كذا معانا. هذه أول أغنية رياضية. رياضية. بعدها يوم تكتك. أنا والمرحوم غريد والفنان محمد البلوشي. بعدها هيدو. أنا والفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر الله يشافيه رب. ومعانا احنا ثلاثة بعد. نعم. ثالث والله ما ادري. ثلاثة يعني احنا قريت. قريت نعم نعم. طيب احنا بس بنذكرك بهذه الأجواء وهذه الأغاني ونرجع نسولف عنها بإسهاب أكثر، نشوف التقرير وتشوفه معانا ونرجع لكم مشاهدينا. أرواحنا أولادنا أموالنا وما عندنا غداك يا خليجنا. لم يقتصر مشوار الفنان القدير عبد المحسن المهنة على الأغنية العاطفية والاجتماعية فقط، حيث كان له دور كذلك في عدد من المناسبات الوطنية وأخرى خليجية، كما واكب أكثر من إنجاز رياضي في العصر الذهبي وقدم أغاني تتناسب مع كل طموحاتنا الكروية التي تحققت في تلك الفترة. من أساسيات الفنان الناجح اختيار مشاركاته في الوقت المناسب، وهذا ما أكد القدير المهنة في ظهور المدروس. يعطيكم العافية شباب. ونرجع أبو براك نتكلم عن الأغنية الرياضية. نعم. في ذيك الفترة كانت أيضا العصر الذهبي للكرة الكويتية. نعم. والحماس كان كبير، والأغاني اللي قدمتوها لغاية اليوم الشباب الصغار قاعدين يغنونها، وكل ما صارت مباراة لازم القناة تعرضها. أي والله هذا الواقع صحيح. فكلمني عن أحب هذه الأغنيات لقلبك، يعني اللي كان فيها تعب مثلاً، الأغنية اللي فعلاً وقتها مثل ما يقولون يعني كسرت الدنيا. الناس عرفونا الأغنية الأولى اللي هي أويا الأزرق. أويا الأزرق. ولكن المكملين لها كلهم بصراحة يعني في البداية أويا الأزرق إلى اليوم الناس يرددونها. وهذه بالنسبة لي يعني شيء مهم صراحة يعني. معلم الأغاني الثانية اللي لما وصلنا كأس العالم. نعم. هيدو وكذا حلو راكبين جمال وكذا حلو كلام كذلك. خلينا نوقف عندها شوية. خلينا نوقف عندها، يعني كانت أول مرة يعني بتاريخ الكويت توصل كأس العالم. نعم. وفرحة كبيرة. فأنتوا قدمتوا هذه الأغنية إن أنتوا تبون تقدمون البلد للعالم بعد يعني. نعم. فكلمني عن هالوقت هذا وصناعة هذه الأغنية شلون تمت؟ اللي هي هيدو. هيدو. إيه هيدو. هيدو مثل إحنا يعني من الفرحة
كلنا فرحانين في هذا الموضوع ان نوصل لكاس العالم. نعم. فالمؤلف كتب والملحن لحن والمطربين جاهزين. فما تصور الفرحه كبيره جدا، احنا يعني فرحانين بشكل غير معقول. نعم. وسجلناها وقدمناها للناس والحمد لله كذلك لاقت نجاح. يعني هذه هي 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 اخر اغنيه بالنسبه للاغنيه الرياضيه. بالنسبة لي أنا كغنيت إذا ثلاث أغاني، آخر واحدة اللي هي هيدو. نعم. وعلى فكرة كل الأغاني الرياضية اللي كتبها الأخ الزميل عبد اللطيف البنائي ولحن أبو يعقوب. نعم. يم تكتك مو هي آخر أغنية أم تكتك كلمات والحان يوسف أخوي. نعم. كلمات والحان. هذه من عقبها ما شفناك بأغنية رياضية بعدين. رياضية بعد هذه بعد. ليش؟ تفاعلنا فيك. أنا تهيألي والله صراحة يعني الأغاني هذه أخذت يعني الجمهور إلى اليوم يقول أو يا الأزرق يا متكتك ما يكون شغله، ولما تكون مباراة خارجية يغنون هيدو. فهذا شيء جميل صراحة حلو. نعم زالت يعني عايشة. يعني هاي الأغاني جت بذاك الوقت. ذاك الوقت السبعينات حلو شيء ممتاز. لذلك حتى الأغنية أنا أتكلم الأغنية الرياضية والأغنية العاطفية أنا قلت قبل شوي. أيه. من الأغاني هذه اللي نسمعها الآن الأغنية العاطفية وكذا اليوم ما قاعد أشوف يعني قليل. والأغنية الآن العاطفية ما قاعد تعيش. يعني مثلاً أغنية شكواي الحين صار لها 45 سنة والناس تغني إلى اليوم بالأمراح. صحيح. زواج كذا معريح له مسافر كذا. هذا بالنسبة أنا الله يسلمك الآن بدايتي مع قلنا الإذاعة. الحلقة الثانية يعني من بعد هذا بديت مع أخوي يوسف. أنا يوسف كذلك من نفس الشيء، هو عنده العود بالبيت بالبداية و نعم ويدق العود وكذا وعمل لحن المرحوم صالح الحريبي أول لحن اللي هو ليش. نعم. ليش بس يعني وعمل لي لحن أنا كذلك من كلمات المرحوم بدر الجاسر، خلي تغلي عزيز الراس لا تسمع لي ما يفيدونك. فهذه الأغنية أول تعامل لي مع أخو يوسف كبداية يعني بداية، وبعدين عاد بدينا مع أخو يوسف بالأعمال الثانية اللي هي العاطفية يعني من عوافي الله أمر تشكيلي وشكيلك، يعني أغاني أكثر من حوالي 40-50 أغنية عاطفية يمكن، وكلهم هذه الأغاني سبحان الله يعني ما أقدر كل هذه الأغاني أخذت نصيبها الحمد لله من النجاح ولا زالت يعني لأن ليش؟ لأن مثل ما قلت قبل كان فيها تأني بالعمل. نعم. هي تأني الأغنية تعيش وتبقى. نعم. في سرعة يعني هذه أحلام منيتي. نعم. بعدين استمريت مع أخوي أبو يعقوب بهذا العمل إلى يمكن أكثر من وايد. يعني حضرتك تكلمت كثير عن أخوك الملحن الكبير يوسف المهنة اللي نقدم له تحية كبيرة ونشكره على تطويره للفن واللحن الخليجي بصورة عامة. معانا هذه المداخلة المصورة نشوفها مع بعض ونرجع نتكلم عن هذا التعاون الرائع اللي خدم الأغنية الخليجية. أنا أخوي عبد المحسن المهنة حديثي طول ولكن في اختصار، هو الحقيقة من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، يعتبر
من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تقديم الأغنية الخليجية عموما والكويتية طبعا. من المميزات الأخوي عبد المحسن أنه غنى جميع الألوان من جميع الفنون حقيقة، يعني سواء كانت العاطفية أو الوطنية أو الرياضية، هو معروف في الأغاني الرياضية غنى الكثير من الأعمال، الأغاني الوطنية طبعا والأغاني الرياضية أيضا، هو غنى في جميع الدول العربية، دول مجلس التعاون طبعا ودول الخليج كلها والمغرب والمصر. بعدين هو أول بدايته كان تحت اسم عبد المحسن الشادي، هاي معلومة، سنة 62 لما ابتدأ تحت اسم عبد المحسن الشادي. وبعدين لما أنا ابتديت سنة 63 طبعا باسمي يوسف المهنة، هو أيضا غير اسمه لأن كان المطربين غريد الشاطئ طبعا وشادي الخليج وعبد المحسن الشادي كلهم أسماء. هذه معلومات الحقيقة خطوط عريضة، ممكن أخوي عبد المحسن يقول عنها الحديث الكبير. وأتمنى لكم التوفيق في هذه السهرة وأشكركم جميعا شكرا جزيلا. على الرغم من أن عبد المحسن المهنة غنى لكثير من كتاب الأغنية والملحنين، إلا أن تعاون مع أخيه الملحن القدير يوسف المهنة يعتبر الأكبر والأنضج فنيا، وقد أعطت هذه الألحان الاستمرارية والتواجد للمهنة لسنوات طويلة، ولا تزال أغانيه محبوبة لتمتعها بالإيقاع السريع. شكل الأخوين المهنة ثنائيا ناجحا في فترات مختلفة كانت محل اهتمام المختصين في الحركة الفنية الكويتية الخليجية، أقدم كلاهما الأغنية وهويتها الحقيقية بالشكل المطلوب. كل الشكر للملحن القدير يوسف المهنة اللي كان معنا من خلال يعني هذه المداخلة، واللي أعطانا معلومة حلوة عن عبد المحسن، إنه كان اللقب الفني لك عبد المحسن. والله ذكرني ويعقوب. نعم. شنو من اللي أطلق عليك اللقب؟ هذا الله يسلمك، فعلا أنا نسيت الموضوع هذا. كان مدير الإذاعة ذاك الوقت مصطفى أبو غربية، فقال هذا عندكم مطرب، قالوا هذا صوت جديد، قال شو اسمه؟ قال عبد المحسن المهنة، قال يبين صوته، سموه عبد المحسن الشادي. أنا بعد سكت، قلت بعد أحس قابلني ما أمشي بالأغنية ولا ما أنجح، ما يقول المهنة إلا بعدين. وفعلا ذاك الوقت ما استمر حوالي شهر ولا شهر ونص، بعدين رديت أرد الله يسلمك إلا تعاوني مع الملحنين لازم نذكرهم، اللي تعاونت مع المرحوم عبد الرحمن البيجان رحمة الله عليه، قدم لي سلام يا أخي، قدم أولى اللومي، كذلك تعاونت مع الفنان الكبير قنام الديقان شكواي اللي يفتهم شكواي يحبي لي إلى قبل وسلم، حوالي 5 أغاني اللي يذكرونهم هذه اللي يحبي له وشكواي. أيضا مع عبد الرزاق العتساني. عبد الرزاق أول عمل مسي عليه أبو إبراهيم، أول عمل بيني وبينه يوم شاف العريس. كلمات ساير الساير. ساير الساير. نعم ساير الساير. رحم الله والديك. والديك. اي والله هذه الأغنية وصورناها في التلفزيون لأيامها كان على البحر. بعدين انتقلنا نقلة أخرى إلى الفنان الكبير الله يرحمه يوسف دوخي. اللي احنا انتقلنا الى الطنبوره. حضرتك طورت الطنبوره. ذاك الطنبوره بدينا
كلمات المرحوم جاسم الشهاب. أعطيه صندوق الكلام قال له هذا كلام. قام يوسف شاندلر وكان يوسف الدول الله يرحمه كان يعمل شيء غير الموجود. نعم. ففعلا أقلنا الأستوديو وصرحنا الأغنية هذه يمكن الإيقاع يمكن أكثر من 7 أو 8 إيقاعات كل إيقاع يقول شكل ولكن يبقى الأساس موجود الطنبور الطنبورة. نعم. قلنا على الأغنية ودعوها الناس وخلاص من أول مرة نجحت نجاح وهذا الطريق وصارت على الحفلات طلبات نسافر ونغنيها ولما نروح الحفلة ولا شيء نغنيها ونرد نغنيها ونغنيها ونرد ما كل كان الرصيد اي قليل اي اغنية 4 5 اغنية الله عطنا بعد الطنبورة بعدين الاغنية الثانية يا ابو شاعر فله كلمات الله يرحمه سليمان الهويدي بعدين وله الهوى هذه ليوه تختلف عن ايقاع الطنبوره كلمات المرحوم عبد المحسن الرفاعي بعدين من علمك كلمات الجزيره فهذه الالوان الطنبوره يعني اخذت طريقها بالشهرة وغنوها بعدين ناس كثير ولا ننسى أغنية أبو قذيلة أبو قذيلة غنوها أكثر من مكان يعني يعني مو بلغة عربية لا أكثر من اللغة اللحن انتشر بالعالم كذا لهجة الهندي عوافي غنوها بالهندي موجودة عند أخوي يوسف مطرب هندي معروف يا منيتي غنوها بالراني وهكذا يعني في أغاني تصور وصلت إلى هذا المكان يعني نعم. هذا شيء تخطت المحلية والخليجية وراحت إلى العالمية ويحسب لك أكيد عم عبد المحسن بأنك حضرتك اللي يعني طورت الأغنية الكويتية وخاصة فن الطنبورة فإحنا مشاهدينا راح نشوف معاكم هذا التقرير عن فن الطنبورة ونكمل معاكم ليلة الفنان الكبير عبد المحسن المهنة. عبد المحسن المهنة أول مطرب غنى الطنبورة المطورة في الكويت والمنطقة. يا إيه يا أبو شارف فلا وأحد أبرز المطربين الذين حلقوا في سماء الأغنية الكويتية وحققوا لها شهرة واسعة تعدت حدود المنطقة. دكتور يوسف دوخل ألحان فريدة من نوعها في هذا الجانب لاقت رواج كبير محليا وخليجيا. لتصبح فيما بعد طلبات الجمهور في المناسبات الخاصة والسمرات. Yeah.
أبو براك، إذا تكلمنا عن التعاون الكبير وأكثر من الأغنيات الناجحة كانت من توقيع يوسف المهنة، لكن أيضا الأستاذ الكبير يوسف المهنة قدم أغنيات لفنانين ومطربين خليجيين، يمكن كان أيضا أحد أسباب شهرة نجم العرب محمد عبده. نعم، في أغنية إبعاد. أيوة. ما حسيت بالغيرة وقتها أن ليش ما أعطيتني هذه الأغنية؟ يعني من عرف هالشعور هذا وقتها؟ أخو يوسف كان عامل أغنية ذاك الوقت اللي كان عامل أغنية إبعاد، نفس الوقت كان عامل لي أغنية الله أمر. نعم. أي كان عامل لي عوافي. نعم. فكان هذا يعني كانت يعني محمد عبده طبعا ما يحدى هذا فنان كبير. أكيد أكيد. نوجه له تحية. وبنفس الوقت اللي سجل الأغنية هذه بالأوقات أنا نفس الشيء سجلت عوافي والله أمر، وكلهم الحمد لله أخذوا طريقهم بالنجاح يعني إلى اليوم إيش اسمه. فطبعا يعني بالعكس هذا شيء يفرح يعني. إنزين، عرضت عليك الأغنية يعني كنت حاضر وقت تلحينها وإعدادها؟ طبعا أنا موجود صحيح. أي. موجود حاضر ومتابع. وإلى اليوم أغنية أنيس هذه صار لها كم سنة إلى اليوم قناه وصلت إلى بر يعني بر أكيد أكيد. نعم. يعني ما في حفلة وبعدين أعطاه بالجو غيم كذلك قناة الأغاني جميلة. نعم. يعني دام كان نتكلم يعني انتشرت عربيا وغناها في القاهرة، وذاك الوقت يعني كان قلة من مطربين الخليج يروحون يغنون في القاهرة. أي نعم صح. ما فكرت بما انك من محبين القاهره وتحب السفر؟ والله انا الله يسلمك عملنا حفله وكان المشرف عليها في القاهره اخو يوسف مع بيسينا مورفولي. نعم. حفله خليجيه من الكويت للبحرين للامارات السعوديه كل المطربين، وكانت ايامها عيد وغنى له في الحفله هذه سينما روفولي اول مره يغني في سينما روفولي. سينما روفولي ومعانا مطربه مصريه الله يمسي على عفاف راضي الله، ومعانا لوج نسيت والله اسمها كانت. نعم. وكان الجمهور سينما روفولي أحمد الجمويري علي عبد الستار، يعني أول مرة صير حفلة يوسف أخوي يعني مع أشرف على الموضوع هذا ونقلها صوت العرب. نقلوا سجلوها تسجيل وذاعوها من بعد. حلو. هذه حفلة اللي أذكر اللي بالنسبة للنشاط اللي عملناه. بعدين في حفلات في بيروت للطلبة الجامعة الأمريكية، بحفلات للطلبة الإسكندرية، عملت أنا حفلات أنا والمرحوم مغريد الشاطئ أسبوع ثقافي في ليبيا والجزائر. يعني احنا وايد عملنا شغلات يعني، وكان يعني الناس في كل مكان يستقبلون استقبال جيد صراحة. وكانت الأغنية الكويتية واصلة يعني واصلة لهم يعني ويعبدونها. نعم، في ذيك الفترة يعني كانت الأغنية الكويتية واصلة في هالمرحلة. يمكن ذكرنا عم عبد المحسن الثنائي بينك وبين الملحن القدير يوسف المهنة، أيضا كان هناك ثلاثي مع المؤلف الغنائي ماجد المهنة. إيه ماجدي. نعم، هذا التعاون لما كان يكون بينكم الاجتماع الثلاثي شنو؟ هذا واحد الله يسلمك ذكرتني واحد معجب سلم علي قال أنا معجب بأغانيك وأحب وكذا مشكور. قال يا أخي أقول هذه الطير المودة كلمات ماجد المهنة والحان يوسف المهنة وغناء طالعة من بيتكم. قلت له أي والله فعلا كلامك صح. لما تجتمعون كانت تطلع هذه الأغاني الجميلة. قلت له فعلا طالعة من بيت الأغنية هذه فعلا تلعلت وغنية ماجد كذلك.
كلمات ماجد. قدمت وايد أغنيات أنتوا الثلاثة ولا كانت قليلة؟ عاطفية، إنما أغاني مناسبات قد حق ماجد وايد بالنسبة لماجد. من أكثر واحد فيكم كان عنيد أو متمسك بغاية ولا شلون كانت تطلع الأغنية؟ كيف يعني؟ يعني كان في أحد عنيد عنده كلمات معينة، لا خلينا نغير، خلينا نبدل، خلينا نضيف، كنتوا يصير طبعاً، يصير أحياناً يكون هذا شيء الكلمة هذه حط كذا، أو حتى باللحن مثلاً هذا ما يناسب وكان في طبقة صوتي وكذا، يعني على ممكن شو اسمه. بس عاد حضرتك العود كلمتك نافذة. والله يكون تعاون بهم جزاهم الله خير ياخذون كلامي بعد ما نعم. من الكتاب اللي ايضا تركوا بصمه في تاريخك ومعاك والاستاذ الكبير عبد اللطيف البناي، قدم لك كثير من الاغنيات الناجحه عندنا. نعم نمسي عليه والله ابو اي والله الله يعطيه الصحه والعافيه. عندنا هذه المداخله نشوفها مع بعض ونرجع لكم مشاهدينا. عبد المحسن مهنة مطرب مخضرم، بدايته كانت في الستينات وأنا سعيد الحظ اللي تعاملت معاه في أول السبعينات من خلال أغنية عوافي والله أمر والعين صابتني رب العرش نجاني وراها وهيدو ويا الأزرق. محسن مطرب فنان كبير، أنا اشتغلت معاه يمكن 7 أو 8 أغاني من هالمناسبات ومن العاطفي. من ضمن الأغاني العاطفية اللي اشتغلت معاه أول ما شفتك فز قلبي ومال ميزاني، العين صابتني ورب العرش نجاني. هالأغنية شلون صارت؟ صارت أن أنا والأخ يوسف مهنة ملحن الأغاني هذه كلها اللي أنا ذكرتها، طلعنا متريقين الصبح ولا واحد يبيع فول وبيع فلافل عنده عربانة كاتب عليها العين صابتني ورب العرش نجاني، قال لي يوسف شرايك نسوي كلام؟ قلت له يلا. ورحنا البيت وعملنا المطلع هذا، أول ما شفتك فز قلبي ومال ميزاني، العين صابتني ورب العرش مجاني نجاني. فهذه من ضمن المواقف الجميلة أيضا اللي جمعتني مع محسن مهنة. محسن الحقيقة إنسان خلوق، إنسان وفي ملتزم في عمله، وهذا سر نجاحه، استمر أكثر من 50 سنة. الله يعطيه الصحة والعافية ويخلي لنا، وما قصرت يا أبو براك. يمكن عم عبد المحسن شفنا احنا قبل نسمع هالاغنيه الجميله، المداخله من الفنان القدير والمؤلف ابو ناصر عبد اللطيف، عبد اللطيف البناي، مسي عليه والله. نعم ذكريات جميله كانت. وايضا يعني اذا بنتكلم على جيلك في ذاك الوقت، كان الفنان القدير اكيد عبد الكريم عبد القادر، يا ربي يرجع بالسلامه وحاليا في رحله علاج، وايضا الفنان الله شافي يا رب، اي والله امين، مصطفى احمد بالسلامه ان شاء الله. يعني هذه المنافسه اللي كانت بين هذه الاسماء الجميله في ذاك الوقت، شلون يعني كان في منافسه بينكم وبين هذه الاسماء اللي قلناها؟ المنافسه موجوده نعم، بس بروح حلوه. يعني اذا عبد الكريم او غريد او مصطفى او حسين جاسم الله يرحمه، اي واحد من المطربين كلهم اذا غنى اغنيه انا افرح، وكذلك احاول اعمل، وكذلك اكون نفس الشيء بيننا، يعني نوع من الود. وكان ذاك الوقت جمعيه الفنانين
تجمع الفنانين كلهم صراحة. يعني نمسي على أبو علي الأخ عبد العزيز المفرج شاذ الخليج ذاك الوقت موجود الله يشافي يا ربي، كان شوية قالوا لنا تعبان، نمسي عليه. نمسي عليه ما يشوف شيخ. كان هو معانا يعني يشجعنا ويدفعنا يعني معطينا يعني نوع من اسمه، فكنا ما التنافس موجود لكن التنافس إلى الأفضل، كل واحد يبي يقدم الأحسن الأفضل. نعم، جمعية الفنانين يعني ودنا لو نتكلم شوي عنها، دورها كان في مشوارك. جمعية الفنانين الله يسلمك إذا صار الساعة كانت بالدسمة، إذا صار الساعة 5 كل الفنانين موجودين، مؤلف ملحن مطرب من هذا المكان، تطلع كل الأغاني اللي نسمعها اليوم. أي غنام، يوسف أخوي، سلمان الملا، كذا. كان في تنافس، ما يعني كان في تعاون أصلاً، ليش جمعية كان فيها تعاون. نعم. وكان خلصنا فيها وقت جميل حلو، والاتصالات والمقابلات، وإذا في حفلة عندنا من برا ولا كذا ذاك الوقت تليفونات، بعد على تليفون الجمعية ما في يعني مثلاً الضاي وكذا يتصل على الجمعية نبي فلان ولا كذا ولا كانت يعني كان انطلقنا كان من جمعية الفنانين. جميل. كل مطربين. أما التنافس على التنافس موجود لكن تنافس حلو جميل، فلان غنى كذا غنى أنا كذلك أحاول أغني، ولذلك كل واحد أخذ طريقه وكل واحد له أسلوبه يعني. نعم. أبو براك في فترة كانت يعني تعتبر قليلة جدا الدوتوهات الغنائية، حضرتك قدمت مع نعيمة سميح. نعم. وهذه الأغنية يعني مع نجمة عربية صوتها جميل، أغنية يا سلام، كلمني شلون بلشت الفكرة وشلون تعاونتوا وبلشتوا مع بعض؟ نعيمة سميح مطربة يعني مطربة مغربية، مطربة محبوبة يعني تغني في المغرب، لها صوت لها أداء شيء غريب صراحة. فأنا التقيت فيها هناك في المغرب، والتقيت بالملحن محمد عبد السلام وابو غيت عبد السلام واللي عرفني عليها، وقعدنا نسمع وتسمعني، وقالت حتى قالت لي على أغنية يا منيتي وعوافي وكذا، فصار لها سفرة إلى القاهرة. نعم. والتقت بأخوي يوسف وعملها الأعمال هذه، ومن أرض الأعمال اللي هي اللي بيني وبينها يا سلام، من كلمات الشاعر يوسف ناصر والحان يوسف أخوي. ولا شك أنها مطربة ممتازة، وبعدين صوت يعني، وكلها تغني أغانيهم المغربية، ياك يا جرحي والشغلات الحلوة يا ليل طول، اللون المغربي الأصيل. نعم. تقديم يعني شيء مو معقول صراحة. حضرتك أيضا من يعني سافرت المغرب كثير، أكيد تعرفت على الوسط الفني والثقافي هناك، شو اللي يميزهم؟ يعني والله عندهم فنون. الفنون المغربية والعربية فنون كثيرة. وليا الفنانين أغلبهم هناك أصدقائي وكذا، لهم فنون جميلة جدا. وعلى فكرة في بالصفقة وكذا في قريب يعني من عندنا يعني. نعم. يعني في تقارب في بعض الفنون يعني. حلو. وعندهم كذلك مطربين مثل وايد، عبد الوهاب التوكالي، الخياط، عندهم هذه الأصوات موجودة، غيت عبد السلام، نعيمة سميح، لطيفة الآن الموجودة لطيفة، عندهم كذلك مطربة، ففنون لا تعد عندهم، فنون أكثر من الفنون عندهم
فن يسمونه الملحون. الملحون نوع من الفنون يطلقوا عليه فن الملحون، ولكن يغنونه بطريقة مثل الموال. أي. واحد اللي يغني بدون آلات، فن شعبي الملحون. حاولت أول ما ظهرت حضرتك أنك تجدد بالأغنية الخليجية، تجدد بالأغنية الكويتية، وحتى لاحظنا أنك كنت تغني يعني ساعات أغاني اللغة فيها أو اللهجة فيها بيضة، يعني كان هل هذا تأثر بالفنون والأغاني المصرية والطرب الشرقي علشان كذي بلشت يعني البدايات تكون من هالنوع؟ وأنا كنت أغني الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، الموسيقار فريد الأطرش الله يرحم الجميع، فايزة أحمد، سعاد، كنا نروح الأفلام نسمع ونغني، فكلنا نردد هذه الأغاني. ما يعني ما فيها. التقيت أحد من هؤلاء الفنانين الكبار؟ يعني هل حصل أنك التقيت مع فريد الأطرش أو مع محمد عبد الوهاب؟ هل حصل أي التقاء مع فنانين كبار من ذاك الوقت؟ لا ما التقيت. ما حصل. نعم، لكن كانت لك الكثير من الحفلات يمكن خارج الكويت. إحنا راح نشوف مع المشاهدين هذا التقرير اللي يتكلم عن حفلات الفنان القدير عبد المحسن المهنة. أحيا الفنان القدير عبد المحسن المهنة عدد كبير من الحفلات داخل وخارج الكويت، وغنى على جميع مسارح دول الخليج بالإضافة إلى مصر ولبنان وليبيا والجزائر، وحرص على تفاعل الجمهور معه أثناء أي وصلة يؤديها وبطريقته الخاصة. وأجاد المهنة فن التعامل مع رتم الحفلات التي شارك بها، إضافة إلى حضوره الواضح وقدرته على احتواء المتلقي. إذا تكلمنا عن الفن أو الأغنية الخليجية حالياً، وين تشوف موقع الأغنية الكويتية من كل المنطقة؟ يعني بجانب الأغنية السعودية والبحرينية والقطرية والإماراتية. والله كل الأغنية الخليجية القديمة والأغنية السعودية القديمة كلها حلوين يعني صراحة. أنا تعاونت غنيت أغنيات يا سعد أنا الليلة، كلمات الحان المرحوم يوسف فوني، أغنية يا سعد أنا الليلة يا فرحان الليلة. وكان لك أغنية بعد من ألحان طلال مداح رحمة الله عليه، وغنيت أغنية بطلال مداح. نعم، ما أذكر اسمها. في تعاون، في تعاون بيننا، وغنيت أغنية سالم السوري، أغنية من عمان، أغنية حلوة حبيب القلب. يعني في تعاون بين فنانين الكويت من ناحية المطربين والخليج. نعم، هذا في السابق. في تقارب يعني أكيد مو بعيد. لكن عم عبد المحسن اليوم تابع الأغنية الكويتية، شايف وين موقعها بين الأغاني؟ تابع الجيل المطربين الجديد ولا لا؟ اي طبعا، في طبعا المطربين عندنا موجودين. نتكلم على الان المطربين بس قليل، الاصوات الجيده قليله. موجودين الاصوات الجيده، موجودين، ما يطري على بالي الان، موجودين يعني. مثلا عندنا الان من الشباب اللي صوته جميل وكذا وادي، من محمد المصباح. نعم، صوت جميل وأداء جميل ما والله ما أدري يعني، في بالي كثير لكن ما يعني في أصوات جيدة، لكن شنو الخلل في الأغنية اليوم؟ هل الكلمات ناقصتها؟ شنو وين تشوف؟ أنا مثل ما قلت من الأول إن اليوم الأغنية عشان توصل للناس
عشان توصلها صعب. يكون صوت جميل ولحن جميل، تحط لها إعلام الجريدة الجرائد وكذا، وكذلك ما قاعد تأخذ طريقة للنجاح. أول لا، أول أغنية مجرد ما تذاع من الإذاعة أو التلفزيون شوف الناس ترددها وتغنية بالأفراح والمناسبات. إلا الآن الأغنية قد تأخذ الطريق عن الحفلات المسرح. المسرح ممكن توصل الأغنية، بس قال لاحظ الناس تنسى الأغاني، يعني الأغاني الحالية تسمعها وتنساها. عن طريق المسرح ممكن، يعني كان زمان، كان الأغنية زمان طب مثل ما قلت إيه؟ إنما اليوم يعني غير، اختلف يعني، اختلفت الأمور غير. من نجوم الكلمة الكويتية الكاتب الكبير بدر بروسلي، معانا هذا التقرير أو المداخلة. أبو ناصر المسي عليه والله أبو ناصر. نشوفها مع بعض ونرجع لكم. السلام عليكم. عبد المحسن المهنة براك. ما يختلف اثنين على طيبة هذا الرجل. أنا عمري من عرفته ما عمري سمعته يحكي في الغير أو في أحد أو يحش مثل ما نقول أبدا، يحب كل الناس. عبد المحسن تميز بلون طغى على المنطقة كلها اللي لون الطنبورة، وهو بدأ حال كل المطربين في الغناء الكلاسيكي اللي معروف، ولكن تميز بهاللون لدرجة إن من تقول طنبورة تقول عبد المحسن المهنة، علامة من علامات الأغنية يعني، ما فيه كلام. وأظن إذا ماني غلطان، ترى الواحد هم بعد بعض الساعات يخطر سطر، أظن إنه هو بدأ مع مصطفى أحمد، واثنينهم لا شك من أساطيل الأغنية الكويتية. عبد المحسن المهنة فوق طيبته وفوق صوته الجميل مجموعة من الأخلاق اللي أنا حقيقة ما شفت مثلها في الوسط الفني. عسى الله يطول عمره إن شاء الله. أكيد والله قاعد نتذكر هالأغنيات الجميلة جدا، يعني اللي صراحة لغاية اليوم نسمعها ونستمتع فيها، فيعني يعطيك ألف صحة وعافية، وفعلا أنت أثريت المكتبة بالأغنية الكويتية الجميلة. الحمد لله. نعم، احنا قبل الأغنية شفنا المداخلة من الشاعر والإعلام الكبير. أي والله أكيد. أبو ناصر الشاعر الكبير الجميل. نعم، شنو تقول عنه؟ أشكره على الكلام الطيب. أبو ناصر. نعم، هو تكلم على أن غير أن حضرتك طورت الأغنية، أيضا تكلم على أخلاقك وطيبك وتعاملك يعني مع أبو ناصر. يعني غليت لأغنية من الهان يوسف، إيه الأيام
يلي ما نصفتيني إيه الأيام شلون أنا نام والهواجس تجيني شلون أنا نام. كلمات جميلة حلوة جميلة وشاعر كبير. نعم على حط إن حضرتك تأثرت شوي. آه تأثرت شوي لما شفت الإعلامي بدر برسلي. ليش؟ في بيننا ود. نعم مع كل الفنانين أبو ناصر تربطني علاقة قوية معه. يعني هالمحبة هذه الكبيرة اللي تربطكم لدرجة أن حضرتك متأثر. أنتم ما زلتوا على اتصال وتواصل صحيح؟ نعم ما زلتوا على اتصال مع بعض؟ دائما والله مو يعني لو قلت على بعض يعني الآن يعني ما حد يشوف حد قليل لكن بالتلفون كذا ممكن أحيانا يكون في مصر وأنا متواجد يعني كل الحين بالأول كان في الجمعية الفنانين ملتقى كل الفنانين تقول ليش تقولي تأثرت يعني ما حد يشوف واحد فعلا الواحد لما يتكلم عنه كل الفنانين أي منهم أنا كذلك ما أنسى يعني الشاعر الكبير اللي ما تكلمنا عنه هو مبارك الحديبي والشاعر الكبير المرحوم فايق عبد الجيل هذا اللي هو من كلماته معي هو مسافر مبارك الحديبي غنيت أغاني كثيرة يعني من عرض الأغاني السامريات والنقازي غنيت وايد وايد أغاني من ضمن الأغاني آخر شيء اللي هي في بوتلج كلمات مبارك الحديبي ومن الحان الفنان المبدع سليمان الملا. طيب مع ريح الهوى مسافر كان لها فايق عبد الجليل كان لها قصة معينة الحان يوسف أخوي يعني هذه لازم يعني الأعمال هذه تتسألني عن التواصل صح ولا لا؟ في حنين أحس من خلال كلامك وصوتك لهذه الأيام الجميلة. إيه والله يعني نوع من ما حد يشوف الحين قليل قليل لما إنسان يغيب عنك فترة وتكلم عنك كلام طيب واحد يعني في عتب من خلال كلامك إن في ناس اليوم ما قاعد تسأل عنك عم عبد المحسن. كيف يعني؟ تحس إن في عتب أنا قاعد أحس إن في يعني جيل مو قاعد يسأل عنك أو في أسماء مثلاً نسيت اللي قدمته. لا لا أبداً أبداً. يعني التواصل قل لهذا السبب. التواصل مثل ما قلت لك التواصل الآن أصبح تشوف يعني بالصدف الآن بعد في مكاتب موجودة حق الفنانين مثلاً في عمل لكن مو مثل كيف. أيام أول كل يوم كل يوم الساعة الخامس كل المجموعة هذه موجودة شفت شو الفرق بين ذاك الوقت واليوم كل واحد راح باتجاه صحيح. لذلك الواحد لما يشوف مثلاً أبو لطيف بن نايل الشاعر بدر أبو رسلي أبو ناصر يعني يتكلمون عنك شيء هذا يسعد أكيد نعم إحنا يعني أنا من خلال الحلقة قاعد نشوف أكثر من فيديو كليب وحضرتك ما كنت تحب الظهور وما كنت تحب توقف أمام الكاميرا فشلون كان يتم تصوير هذه الأغاني شنو الكواليس اللي كانت تصير شلون يعني كنت تحب تصوير الأغاني كفيديو يعني كليب يعني عرفنا أن حضرتك خجول أمام الكاميرا والله أنا خجول وايد اي والله صحيح ومعي خوف بعد خوف شلون كنت تصور هذه الأغاني لأن أول لما كنت متواجد يعني حتى ترى المسرح إذا بغيت أطلع بغني المسرح قبل ما أطلع تكون عندي حالة خوف وبعدين خلاص دقائق هذا تروح هذا الواحد يحاسب على أساس يؤدي أو يتكلم أو كذا لازم يكون جاهز من جميع شو اسمه بس تصوير الفيديو وأنا على فكرة يعني اسمحي لي يعني الله يحفظك يعني هذا من أول لقاء لي بالتلفزيون تلفزيون الكويت ولنا الشرف شرف والله لنا الشرف والله تشرفين الشرف والله بالله يعني يعني سبب عدم وجود لقاءات الخجل هذا اللي موجود عندك كيف يعني سبب عدم وجود لقاءات تلفزيونية لك وإعلامية هو الخجل
لا والله مو يعني انا يعني مثلا ما كان لي لقاء. ليش؟ عملت لقاء مع ابو بدر البرسي بمحطه اخرى يعني. أي بس أي ما في غيره. نعم من حوالي 4-5 سنين. بس هذا اللقاء. وفي اللقاءات يعني يعني بدايتي ولا حين جبتني في بدايتي بقوله يعني ما يخالف. كنت انا احاول اتعاد اول ما جابوا له التلفزيون اللي لابس انا بالطو والقطره وقايل كذي ويت نمسي عليها الاعلاميه والمذيع هدى المهتدي والآن مع المطرب وكان فنانين موجودين عود دوغي سعود الراجد عثمان السيد وجمهور المر. فأيت أنا كان في رمضان كان أغنية للمرحوم عبد الرحمن بيجان وأغنية حق أخو يوسف رمضان من كلمات رجل. فمن الحانة الحانة فلان من كلام من كلماته قلت ها نسيت والله ما احيانا خايف من الكاميرا شاد تقول بعدين تفضل يمكن هذا اللقاء اللي بالتلفزيون الكويت ذاك الوقت عمره دقيقه يعني ماكو شيء وموجود هذا اللقاء على قناه الجرين يعني انعرض على قناه الجرين احنا شفناه ونشكرك بعد انك خصيت برنامج ليالي الكويت اليوم هذا اول حفله وخايف قاعد يعني مطربين ذاك الوقت اول حفله لنا بالسدرس. نعم واحنا نشكرك اليوم على وجودك معنا خصيتنا في هذا اللقاء التلفزيوني الاول لك لدوله الكويت في ليالي الكويت. كل الشكر عم عبد المحسن على وجودك اليوم. يمكن الليله مرت بسرعه ليلة احنا استمتعنا فيها اكثر. الناس كلها كانت حابة تشوف طلتك على الشاشة. سامحنا اذا في قصور من خلال يعني كلماتنا او من خلال الفرقة الموجودة ويانا. أنا اللي أشكركم وأشكر الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون وأشكر وكيلة وزارة الإعلام الأستاذة منيرة الهويدي وأشكر حضرتكم اللي انتم استقبلتوني. الله يسلمك والله تشرفنا جدا بوجودك. والفرقه اللي شاركونا كلهم على الاستوديو وان شاء الله يكون يعني التسجيل وهذا يطلع مثل ما نبي يعني باذن الله. اكيد هو كافي بس حضورك وكافي وجودك وجلوسك على هالمقعد هذا. الله يحفظك يعني هذا شرف يحفظك. كبير لنا وصراحه هذا انجاز. اول ما قالوا لي الاستاذ الكبير عبد المحسن المهنة واللي ساعي بالموضوع الاستاذ طبعا سعود الخالدي يعطيه الف صحه وعافيه وشكرا ايضا على مساهمته العزيز. اي والله يعني قدر انه يجيبك لنا بهالشكل هذا شرف كبير لنا. شرف لي انا والله. ويعني يا رب ان شاء الله احنا نكون بيضنا الوجه وحابين بس تكون حلقه تكريميه لحضرتك. الله يخليكم شكرا جزيلا والله ما قصرت. شكرا يا رب شكرا جزيلا. مثل ما بدينا مع المشاهدين راح نختم مع اكيد اغنيه ورائعه من الروائع الجميله اللي قدمتها للاغنيه الكويتيه. شكرا لكم مشاهدينا ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الحلقه الاستثنائيه ونشوفكم على خير في حلقات جايه. تصبحون على خير. فما الله.